خلاص نستارت اول بروجرامز في برنامج قلنا عندنا اسمه اوراكل داتابيس ان جي اكسبريس اديشن. برنامج بتسطبه عادي جدا ما فيهوش اي صعوبه وخفيف، حوالي 200 ميجا حاجه زي كده، مش مكمل 200 ميجا 150 ميجا، يعني برنامج اقل من الاوفيس. خلاص عادي جدا مسطب عادي، دخل باسورد وخلاص، ولا بعمل في حاجه ولا اي حاجه. بس يبقى انت بتعملي حاجه غلط خلاص، لان هو ما فيهوش اصلا سيت اب اساسا. لو سيت اب نيكس 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 اقول لك الباسورد يوزر نيم والباسورد ايه كذا، خلاص نيكس نيكس شكرا، مفيش اي سيت اب ولا اي صعوبه من اي نوع يعني. المهم بعد ما السيت اب هلاقي نوت حاجه اسمها جو تو داتابيز هوم بيج، يعني فتحت الصفحه الرئيسيه بتاعت مين، بتاعت الداتابيز. لما ابدا افتحها كده بدا يطلع لي شاشه اسمها داتابيز اكسبريس اديشن، قال لي دخل يوزر نيم ودخل مين ودخل الباسورد. قلت له ماشي، لو دخلنا مثلا على سبيل المثال بسيستم بدل الداتابيس خالص، هو دي الوحيده اللي عندك خلاص، ومانجر سيستم ومانجر، دوست لوجن السيستم وايه سيستم لا افتكرت بس فتح لي ادي الداتابيس بتاعتي. عندي اربع ايقونات اساسيه، عندي اربع ايقونات اساسيه خلاص. اول واحده حاجه اسمها ادمنستريشن، ادمنستريشن مقصود بها الاداره، مقصود بها الايه الاداره. اوبجكت براوزر، اوبجكت براوزر دي يعني براوزر يعني ايه المتصفح او المستكشف خلاص. اوبجكت احنا خدنا الاوبجكت التيبلز والفيوز والسيكونس والسينونيم والايه تاني كله والاندكس كله الحاجات دي كلها خلاص. طيب اس كيو ال ده يفتح لك الاس كيو ال العادي اللي زي اللي احنا بنتعامل معاه، تكتب الكود وكل حاجه تمام خلاص. وفي حاجه تانية اسمها يوتيليتيز، يوتيليتيز دي بعض الامكانيات الاخرى او الحاجات المساعده او المنافع العامه اللي كل الناس تستخدمها في الداتابيز خلاص. طيب بالنسبه لل يعني طبعا لو نبص على اول اللي احنا عارفينه، نوصل الاول اللي احنا ايه عارفينه هو الاس كيو ال. كل واحده منهم زي ما انت شايف في ايقونه كده من على السهم كده تدوس عليها، قال لي في عندي ثلاث حاجات، يا اما اس كيو ال كوماندز، وطبعا منها اخش على انتر كوماند ادخل بقى امر معين، كوماند يعني امر خلاص. اس كيو ال سكريبت، سكريبت يعني كود مكتوب كتير، وعندي في الحاله دي يا اما اعمل كرييت انشئ ملف جديد واقعد اكتب فيه شويه اكواد واحفظهم في الملف، او ابلود يعني ملف مكتوب عندي في نوت باد مثلا عايز اجيبه احطه في البرنامج، او فيو عايز اشوف ملف كان مكتوب قبل كده. وعندي حاجتين تانيين مهمين، امبورت واكسبورت خلاص. امبورت يعني هجيبه واحطه جوه البرنامج، اكسبورت من هكتب وايه واطلعه خلاص. عندك الحل دي الحالات اللي موجوده عندي في اس كيو ال ايه سكريبت. في بقى في حاجه اسمها اس كيو ال بيلدر او كويري بيلدر. كويري بيلدر ده جميل جدا، بيعمل ايه الكويري بيلدر ده بقى؟ يساعدك في ان انت تعمل الاس كيو ال بشكل جرافيكال، بشكل يعني ايه تختار وتعمل وحاجات زي كده خلاص. خلاص. طيب ممكن تكريت واحد جديد او ممكن تفيو سيفد كويريز، شوف حاجه ايه موجوده عندك قبل كده. طيب ده حاجه ممكن اختار من هنا كده من السهم ده، ممكن ادوس على الايكون دي هتطلع لي ايقونات، المفروض الايقونات دي هي اللي فيها نفس المواضيع اللي احنا ايه قلناها، يعني اس كيو ال كوماند الثلاث، دول الثلاث مواضيع الرئيسيين اللي احنا كنا اخترناهم لما كنا عملنا كده، كان عندنا ثلاث مواضيع رئيسيه صح؟ اهم اس كيو ال كوماند والاس كيو ال سكريبت والاس كيو ال بيلدر. لما كنا دوسنا على اس كيو ال كوماند كان بيطلع لي تفاصيل، وكنا نقف كده كان انتر كوماند صح؟ مفيش غيره، انا ادوس هنا طلع لي ادي ايه بيقول لي اكتب الجمله، انا ممكن اقول له سيلكت استرس فروم مثلا اتش ار ده يوزر عندي دوت امبلويز جدول الموظفين، ده برده جدول عندي، ممكن اسيفها تبقى ملف، او ممكن اقول لها ايه رن، اقول لها رن جابت لي ادي البيانات ايه، ادي البيانات اللي موجوده في الجدول زي ما انت شايف كده، ادي البيانات اللي موجوده عندك في الجدول. ممكن اكسبورت ليها في ملف اسمه سي اس في، يعني تطلع الملفات دي بشكل ملف سي اس في خلاص. تقريبا اس سي اس في ده بيشغله برده اكسل، ممكن يشغل الملف ده خلاص. المهم ممكن تظبط عايز يعرض قد ايه، يعرض 15 رو في المره، 20 رو في المره، 10000 رو في المره، 100000 رو في المره، زي ما انت عايز خلاص. وفي نفس الوقت بتسيف على حاجه اسمها اوتو كوميت، عايزه سايب اوتوماتيك يعني اوتوماتيك كوميت ولا مش عايزه اوتوماتيك كوميت خلاص. كلام جميل جدا. ممكن اعمل سيف فيقول لي
اكتب اسم ال اس كيو ال سكريبت واكتب التفاصيل ودوس سيف، هيطلع لك ملف بقى مكتوب فيه الكود اللي انت كاتبه ده كله. احنا طبعا مش كاتبين غير جمله سيلكت ضعيفه يعني. خلاص، لكن ممكن تسيفها يعني. المهم ارجع كده اهو، انا عندي اس كيو وعندي هوم، رجعت الاس كيو ال، في عندي اس كيو ال سكريبت زي ما شفنا كان في كذا حاجه، لو دوس عليها كده طلع لي هنا شكل تاني مختلف، قال لي اكتب السكريبت مين هيعمله، الايكونز بتاعتك هتبقى عامله ديتيلز ولا ايكونات يعني، ولا حاجات صغيره ولا ديتيلز بالتفاصيل زي ما احنا كنا شفنا من شويه، هتعرض كام في المره، ابلود لو انت عايز تابلود، او كرييت لو انت عايز تنشئ واحد، ايه تنشئ واحد جديد. خلاص الكويري بيلدر عندي فيه كرييت وعندي فيو سيفد كويري، لو دخلنا عليه كده قال لي انا اهو. خلاص تعال نبص على ده شويه، نبص على ده شويه. خلاص طيب فاجي انا عامل ايه، اقوم جاي هنا ادي دي الجداول اللي عندي، دي كل الجداول اللي موجوده عندي في الداتابيز. انا مش عاجبني السيستم ده، انا هخرج واخش بواحد يكون على قدينا كده ب اتش ار مثلا، اتش ار يوزر خفيف، في شويه جداول معروفه زي احنا اشتغل عليها يعني ممكن يساعدنا شويه. في حاجه ثانيه زي ابلكيشن بيلدر، ابلكيشن بيلدر هنشوفها دلوقتي، دي اهم حاجه عايزين نتكلم عليها. خش على اس كيو ال ثاني، خش على كويري بيلدر، ادي الجداول اللي موجوده عنده، عنده جدول اسمه كانتريز اللي هي الدول يعني الموجوده عنده، وعنده قصدي الثروات البلاد اللي موجوده عنده، الديبارتمنتس جدول الديبارتمنتس، جدول الامبلجيز الموظفين، جدول الامب ديتيلز فيو، ده فيو باين قوي ان هو بيجيب التفاصيل، الجوب الوظائف، الجوب هيستوري الوظائف اللي هي يعني وظائف الجوب والجوب هيستوري، يعني لما اكون انا عايز ايه مثلا، انا كنت شغال في المعهد ده مثلا، كنت شغال مثلا ماسك اداره مش عارف ايه، وبعد كده رقوني مسكت اداره مش عارف ايه، وبعد كده اتنقلت اداره ثانيه مش عارف ايه، ودلوقتي ماسك مش عارف ايه، الحاجات بقى ليه الحاجات العمليه كلها اللي فاتت، اللوكيشنز الاماكن وريجنز اللي هي برده الايه، تعال نشوف اي واحده منهم، هاخد مثلا على سبيل المثال الديبارتمنتس مثلا، دبل كليك نزل لي هنا مين شكل ايه الجدول بتاعه خلاص. قلت معلم مثلا على الديبت ديبارتمنت ان او والديبارتمنت نيم والمانجر اي دي، بس اكنك دلوقتي بتقول سيلكت الديبارتمنت اي دي كوما الديبارتمنت نيم كوما المانجر اي دي، خلاص كده يبقى الاوبجكت الجدول اسمه الديبارتمنت، الايس انا عندي الالياس انا عايز اغير الالياس اغيره. انت عارفه انت معاك ايه؟ انت معاني دكتور؟ ماتت؟ انا من ايه؟ طيب على العموم ده الديبارتمنت اي دي، ده الحق خلاص. طب ده اول ما تيجي تاخد الورق ولا ايه؟ ده الالياس، عارفين الالياس؟ اللي هو از ده الالياس، الالياس اللي هو ايه احنا عارفينه كويس قوي، اللي هو الاسم البديل اللي هيطلع في جمله السيلكت. قلت له ماشي سمي ده اي دي وخلي ده مثلا نيم وخلي ده مانجر مثلا، بقى ده الياس. اكيد قلت سيلكت الديبارتمنت اي دي از اي دي كوما الديبارتمنت نيم از نيم المانجر اي دي از مانجر، خلاص كده. وده الاوبجكت اللي احنا شغالين منه، وده الكونديشن. انا ممكن احط هنا الكونديشن اللي انا عايزه، احط هنا الكونديشن اللي انا ايه اللي انا عايزه، الكونديشن اللي انا عايزه. فاجي مثلا اقوم قايل مثلا على سبيل المثال، طبعا ده الكونديشن اللي هو في وير يعني، الكونديشن اللي هو فين في وير، اقوم قايل مثلا ايه يكون النيم لايك حرف مثلا الاي، حلو كده. يعني كده دي عباره عن شرط دي جمله سيلكت، اصبر اسمه هو هيعمل لك جمله سيلكت دلوقتي خلاص. وادي السورت تايب، عايز ترتب اسندنج تصاعدي ولا ديسندنج تنازلي؟ هقول له يا عم رتب تنازلي على حسب الاسم، خلاص كده. جاب لي هنا قال لي ايه السورت اوردر، ده دي سيبك منها دي، المفروض انا اقول رقم الحقل، لا مش مشكله خلاص. شو ولا مش شو؟ ممكن يكون عندي حقل بس انا مش عايز اشوفه، انا عايز اعمل عليه شرط. يعني مثلا عايز اقول ايه مثلا، يكون اللوكيشن مثلا 15، ومعلم على اللوكيشن هنا وقال ان هو ان في الكونديشن ان اللوكيشن يكون بيساوي مثلا 15، ده مثلا يعني خلاص. وقام جاي قايل ايه، ده مش هيتعرض، ده مش هيتشاف في السلكت، لكن هو شرط بس ان لازم يكون 15، زي ما يكون حقل في وير بس مش موجود في السلكت خلاص. فبشيل عليه علامه الايه الشو، يعني بشيل عليه علامه الشو، انا مش عايزه خلاص، ومشيل من هنا كده تاني
يعني لو مش عايزين حقل هنحط حقل شرط بس بنعمل له الشو. ما بنشوفش الشو دي اللي هي يعني الشو دي اكنها اللي هي بعد السلكت، سلكت كذا ثم كذا، ده كله موجود بعد السلكت خلاص. طيب الفانكشن عندك فانكشن كاونت وكاونت ديستينكت، يعني عد من غير تكرار، وافريج وماكسيمم ومينيمم وسم، حاجات المشهوره بس خلاص. نعم سينكد لوحدها لا خلاص. طيب وعندي جروب باي، وعندي ايه جروب باي لو انا عايز ازود جروب باي كذا وكذا وكذا، كل الحقول اللي هي ما فيهاش ايه، كل الحقول اللي هي ما فيهاش ما فيهاش عمليه احصائيه، وطبعا عندي ديليت لما ممكن عايز اشيل اي صف من الصفوف دي خلاص. طيب كويس قوي، لاحظ بقى معايا بعد ما عملت كده، ده كده عملت الشروط بتاعتي، ممكن ادوس على اس كيو ال، ممكن ادوس على اس ايه SQL، ادوس على SQL كده، ادي جمله السلكت اللي احنا كنا نعملها خلاص، اللي هي سلكت ديبارتمنتس دوت ديبارتمنت اي دي از اي دي، ديبارتمنتس دوت ديبارتمنت نيم از نيم، ديبارتمنتس دوت مانجر اي دي از مانجر، فروم الديبارتمنتس دوت الديبارتمنتس، ما غيرش الاسم، ما عملش دوت اساسا، مش في دوت تاني مش فيش، دي الياس اكنه عمل للجدول الياس ذات نفسه، ده اسمه ديبارتمنتس وعمل له الياس بتاعه ديبارتمنتس برضه خلاص، عمل للجدول ذات نفسه الياس خلاص. وير ان الديبارتمنت والديبارتمنت نيم لايك ايه، بس دي الاس كيو ال. الريزلتس ادي نتيجه البحث بتاعك طبقا للشروط اللي سيادتك حطتها، وبرده ممكن تعملها داونلود وتسيبها عندك كملف، يعني ايه ملف تبعته بقى على الميل تعمل بيه اي حاجه، فطبعا ممتازه جدا. في نفس الوقت ممكن تندس على سيف اس كيو ال فتقوم كاتب اسم وتسيف الجمله اللي انت عملتها دي، مهما كانت معقده سيفها باسم تبقى موجوده عندك، تبقى موجوده عندي موجوده في اي وقت خلاص. نعم خش تجيبها في اي وقت، يبقى مش سايبها عندك بقى وملفاتك تبقى مش سايبها هنا، تقدر تخش عليها. عليك نور، ايه رايكم في دي امكانيه اركن خلاص. دي الاس كيو ال بيلدر، دي الاس كيو ال بيلدر خلاص، اللي هو مكون جمل الاس كيو ال من غير ما انت تكتب كود زي ما احنا شفنا كده. دي امكانيه من امكانيات الاس كيو الداتابيز اس كيو ال اكسبريس. انا عايز بس اوريكم بس الايه يعني تور يعني عايزين نعمل جوله كده يعني خلاص. طيب دي كده كانت الاس كيو ال البيلدر. طبعا لو انا كنت عملت فيو سيف كويري، لو انا كنت مسيف الكويري اللي فات كنت اقدر اقول له فيو ايه اتمسح للاسف، فما فيش وقت نعمله تاني، بس احنا بقى فاهمين الفكره خلاص، اقدر تجربوها خلاص. طيب اس كيو ال سكريبت برضو لو كان عندي جمل اس كيو ال موجودين عندي اقدر ايه اشوفها او ابلود ليها، لو كان عندي ملف كنت اعمل له ابلود، يقول لي اكتب الفايل نيم واعمل براوز واطلع اختار الفايل نيم بتاعي، الملف بتاعي، وعلى طول هو يرنهولي، وعلى طول هو ايه يرنهولي، مفهوم كده خلاص. لو كان عندي ملف مسيبه، لو كان عندي ملف انا مسيبه. طب حلو، ده الاسكول سكريبت. طيب طبعا بيقدم خدمات شبيهه بالخدمات اللي بيقدمها لي الكوري بيلدر، انا ممكن اسيب ملف من الكوري بيلدر واقدر انادي عليه من فين، من الاس كيو ال سكريبت خلاص. الاس كيو ال كوماند مفيش غيره انتر كوماند بس، احنا كده شفناه بندخل بس ده اللي زهقانين منه. طب هو موضوع دكتور اس كيو ال بلس ولا يعني صفحه برضه كده ما هو ده طبعا، ما هو ده نفس القصه بالظبط. يعني لو عملت مثلا سيلكت، انا عايز اوريك حاجه ثانيه، انا افتكرت حاجه ثانيه، سيلكت استرسك فروم امبلويز ودوس ران، ادي البيانات، ادي اكسبلين. اكسبلين دي فيها شغل جامد جدا على فكره، بيشرح لك تفاصيل جامده جدا عن الجمله اللي حصلت والتيبل كولومز والاندكس اللي اشتغل والكويري بلان، خطه الكويري اشتغلت ازاي وجابت ايه الاول وبعدين عملت ايه. عندك دي خطه شرح في غايه الروعه لو حد فهمها خلاص. ديسكرايب وصف الجدول، بس انا بقول لي انت ما توصفش الجدول دلوقتي. سيف دي اس كيو ال، ممكن اسيب الجمله دي دلوقتي خلاص، اسيبها اديها مثلا اي اسم واسيبها خلاص. الهيستوري دي لو انا عامل كذا جمله ورا بعض يجي لي كل الجمل اللي احنا عملناها، وده طبعا احنا عملناه اهو، ادي الجمله لو كان كونها، لا دي كان جمل قديمه ماشي، هو بيقول لي من 3 اسابيع انت عملت الجمله دي، شفت فاكر لي قد ايه قلب اسود خلاص، قول لي من 3 اسابيع عملت دول، ومن 37 ساعه عملت دي، ومن 14 ثانيه معلش من 37 ثانيه عملت دي، ومن 14 ثانيه نفذت دي خلاص. هيستوري يعني خلاص. طيب اخش كده على اس كيو ال كده، بتهيألي خلصنا كل التلات ايقونات بتوع الاس كيو ال خلاص، نخش على حاجه غير، ارجع لهم. ده الاس كيو ال خلصنا منه. الاوبجكت براوزر، وما ادراك ما الاوبجكت براوزر خلاص. الاوبجكت براوزر يعني اختار، لو جيت دخلت كده الاقي عندي فيه كرييت
وفي براوز، يا اما انشئ يا اما اشوف الحاجه اللي انا انشئتها. فاللي هنا هو هو اللي هنا، بس هل يا ترى كرييت ولا ايه ولا براوز؟ كرييت ايه او براوز ايه بقى؟ تيبلز، تنشئ الجراول، الفيوز، الاندكس، السيكونس، التايبس. نعم هما الاثنين واحد، ما هتلاقي نفس القائمه هي هي اللي هنا، بس دي كرييت ودي براوز. ما انا بقول ايه، هي 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 بقى هنا انشاء وهنا ايه استخدام، خلاص او استدعاء. تيبلز، فيوز، اندكس، سيكونس، تايب، باكج، بروسيجر، فانكشن، تريجرز، داتابيز، لينك، ماتيرالايزد او ماتيرالايز لينك او فيو. دي حاجه كده بقى يعني وصلنا ان موجوده خلاص. في حاجات احنا ما خدناهاش طبعا، الحاجات اللي تخص البي ال دي كلها ماتيرالايزد. ماتيرالايزد ماتيرالايزد فيو، ماتيريال جاي من كلمه ماده يعني. خلاص ماتيرالايزد يعني هنخليها كماده يعني، هنخلي الفيو كانه كاي حاجه يعني مورد يعني. خلاص طيب دي حاجات موجوده. تعال نشوف مثلا كرييت تيبل مثلا الاوبجكت براوزر، قال لي اديني اسم الجدول، قلت له نجر جدول سميناه تيست. خلاص كلمه بريسير كيس يعني الكابيتال كابيتال والسمول سمول، قلت له لا سيبك من دي يعني مش هنرخم على بعض بالدرجات. خلاص قلت لي مثلا ايه كل ون مثلا كلهم الاولاني، ما تيجي نسمي حاجه زي الناس كده كاستمر مثلا. خلاص قال لي اول حاجه قلت له كاست انه خلاص، قال لي نوعه ايه، قلت له نوعه يا عمو عندك نمبر وفيرتشر تو وديت وتايم ستامب وتشار وسي ال او بي اللي هو كاركتر لارج اوبجكت والبي ال او بي وان فيرتشر تو وباينري فلوت وباينري دبل. باينري فلوت وباينري دبل بيشيلوا برضو ارقام فيها كسور. خلاص ان فيرتشر تو اللي هي يوني كود، فيرتشر تو هو يوني كود، دي طريقه من طرق التشفير. خلاص طيب وبي ال او بي اللي هو باينري لارج اوبجكت كنت عنها قبل كده، والسي ال او بي كاركتر لارج اوبجكت كنت عنها اول مره خالص، يعني كل الانواع اللي اتكلمنا عنها. هقول له لا يا عم ده شار، قال لي قول لي السكيل بتاعته كام، على كام خانه، قلت له على اربع خانات، قال لي عايزه نوت نل مش عايزه نوت نل. خلاص مفيش بعد كده، قلت له ماشي مش عايز كونسترينت. هقول دلوقتي الكونسترينت جاي جاي جاي, جاي. هم على جنبه خلاص. الكاست نيم قلت له الكاست نيم مثلا فارتشر 2 على كام، قلت له على 30. خلاص نوت نل ما ينفعش الاسم يتساب فاضي. السيتي خلاص هو جاي على السيتي ومختار مثلا فارتشر 2 وقال مثلا السيتي مثلا على 30 والفون اخر حاجه كفايه كده. عايزين نحط حاجات كده تكون فيها لا قيود، قيود عايزين نحط قيود، نحط ميل مثلا ولا في ميل الجندر ودوت اتش ار على خانه واحده. ايه تاني عايزين حاجه فيها فلوس، شلون ما بين كذا وما بين كذا، سالري للراجل العميل اللي عندك هتدي له مرتب، الراجل جاي يشتري من عندك هتدي له مرتب ده عميل ايه راجل جاي يشتري من عندك تعمل له ايه؟ لا انتوا لو اشتغلتوا في شركات هتخربوها. ما بقاش على الديسكاونت على الشخص ولا بيبقى ديسكاونت على الحاجه اللي بتبيعها. المهم المهم طب واحد يقول لي مثلا ايه افترضنا ان دول خلصوا وانا عايز ثاني دوس اد كولوم يجيب لك واحد كمان، عايز واحد كمان يضيف له ان شاء الله ايه معاك معاك ربنا. خلاص بعد ما تخلص اللي انت عايزه نيكست، قال لي اختار لي البرايمري كي، عندك اربع اختيارات، قال لي نو برايمري كي مفيش مفتاح رئيسي، بوبوليت او بوبوليتد، بوبوليتد يعني هامله، فروم ان نيو سيكونس هامله من سيكونس او قبل هامله من سيكونس نيو يعني هعمل سيكونس جديد تملاه منه. خلاص في عندي كاستمر سيكونس اهو هيبدا يعملوا لك، ولا فروم اكزيستنج سيكونس هتملاه من سيكونس انت عامله قبل كده، ولا not populated برامج كي بس مش هتملاه. قال لي خلاص انا اقترحت عليك الاسم يبقى كاستمر اندرسكور بكي، قلت له ليك خير والف خير وبركه. خلاص اقترح عليك المسمى اسم الكونسترينت. احنا عايزين عندنا حق وعايزين نحط بكي، يعني عندنا حق وعايزين نحط اللي هو مثلا الكاست انه موادنا نعمل موادنا نعمل، قلت له قال نوت بوبيليت يعني مش هملاه من حاجه، انا هملاه بايدي. خلاص قال لي هسمي القيد
كونسترين نيم. قال لي هسميه كاستمر اندرسكور بكي. قلت له كلام جميل. قال البرايمري كي بتاعك مين؟ انا واحد في دول الكاست نو ولا الكاست نيم ولا السيتي ولا جنت. قلت له الكاست نو. على فكره في غلطه في الكاست نو هاي فاكرها وسخه في الشاشه. ماشي نيكست. خلاص انت جاي هنا النوت بوبيليت وقلت له هنا ايه سيلكت برايمري. قلت له الكاست نو. كلام جميل. قال لي طبعا لو عندك لو كومبوزيت عايز تختار حقل تاني يعني كاست نو وكذا وكذا دول مع بعض بتاع رئيسي اقدر ايه كومبوزيت مركب. خلاص لو عندي مركب. تقول لا مش مركب خلاص كده ده البرايمري كي. نيكست. قال لي في فورن كي يخدمك في اي خدمه بتاعت فورن كي. قلت له لا مفيش. لكن لو كان في كنت اقول مثلا ان الحقل ده مفتاح خارجي او مختار. خلاص واقوم فاتح من هنا مختار الجدول الثاني. بس طبعا مفيش عندي جدول ثاني مش عارف اربطه. عندي الجداول دي كلها الثانيه اهي مثلا. يعني كنت اقول له مثلا الديبارتمنت ومطلعه لي. خلاص يطلع لي كل الحقول. اقول له وادي مفتاح الخارجي دوت. فهمتوا حاجه ولا مش فاهمينها؟ ايوه هي نفس الجمله بس اختيارات. هي بالظبط هي نفس الفكره بس عندنا ايه اختيارات بس مش اكتر. او ما الا نعم نعم طب ماشي. بص عندك ثلاث حاجات اهم. فاكرين ثلاث حاجات اللي سالتكم عليهم محدش جاوبنا عليهم؟ حاجه اسمها ديس الاو ديليت وحاجه اسمها كاسكيد ديليت وحاجه اسمها سيت نل اون ديليت. لا دكتور انا قلت لك اثنين بس اون ديليت. الثلاثه اهم خلاص. المهم ما فيش عندي فورن كي. المهم ان ما فيش عندي ايه. لو كان عندي كنت عملته ودوست اد. في البريفيوس ما دوسناش اد. ما فيش غير واحد. لكن هنا المفروض نعمل الفورن كي ودوس اد. وعندي فورن كي ثاني اعمله وادوس اد. عندي فورن كي ثالث اعمله وادوس اد لغايه ما اخلص كل الفورن كي اللي عندي. وانا اوريكم طريقه كده بسيطه. خلاص فيها مشكله؟ نيكست. قال لي تشيك واليونيك. ما فاضلش غيرهم بقى. عملت لك الاول نوت نال وبعد كده لك البرايمري وبعد كده لك الفورن كي. وانا عندك فاضل لك التشيك واليونيك. التشيك واليونيك تشيك واليونيك ليهم شغل. التشيك كده كده لازم تكتب انت القيد اكبر من كذا اقل من كذا لازم تكتبه بايديك. اما اليونيك اهو قلت يونيك مثلا. خلاص قال لي انه واحد اليونيك فيهم. قلت له مثلا الكاست نيم هو ده اليونيك. قال لي سموه لك كاست اندرسكور يو كي واحد. قلت له لا سموه لي كاست اندرسكور كاست نيم اندرسكور يو كي. خلاص كده ده مشكله. قلت له ايه هاد ادي اول قيد طلع لي فوق اهو مع الناس ولا ايه؟ على فكره يعتبر مراجعه على كل حاجه لو اصبر بس. خلاص تشيك قلت له مثلا لو تشيك هقول له مثلا ان الجندر يكون ان حرف الام او حرف الاف ما ياخدش غير دول. فيها مشكله؟ ده شرط طبعا فلازم تكتبه انت عشان حسب الشرط بتاعك يعني. مع انه المفروض يطلعوا لنا اختيارات برضو على اثنين ممكن زي ما عملنا شروط زي ما عملنا شروط في الزكاة يعمل لنا شروط هنا. خلاص المهم يعني يشكر برضو المهم انت داس على ايه؟ داس على اد. خلاص بقى عندي كده عملت واحد يونيك اهو واحد معاك تشيك. فاضل لي مين؟ فينش. قال لي خلاص انا هعمل لك جوه الاتش ار سكيما هعمل لك جدول اسمه كاستمر. عايز تشوف الاس كيو ال؟ قلت له فرجنا عليها كده نتفرج عليها. اكيد مش زي اللي احنا بنكتبه. لو لسه كده اس كيو ال ادي جمله اس كيو ال ومفتوح تقدر تكوبي ليها كمان. خلاص وعملك بالتر كرييت تيبل كاستمر كاست ان او كذا كاست نيم السيتي الجندر الكونسترين. ما بيحطش غير النوت نل والبرايمري كي. اما ال عمل التر الكونسترين اد كونسترين اللي هو يونيك واد كونسترين اللي ايه اللي تشيك. ممكن تاخدهم كوبي وتركنهم عندك لو انت عايز تبقى تحتفظ يعني او تتذكر اللغه اللي احنا كنا بنتعلمها. دوس كرييت. خلاص كل سنه طيب الجدول بقى معمول. تعال نتفرج بقى على الايه على فيما بعد انشاء الجدول. ده المهم جدا. خلاص حلو قوي. انا عندي الجدول الكولوم نيم وادي داتا تايب نوعه وادي نليبل يعني نل ولا لا والديفولت فاليو لو كان عندي ديفولت فاليو والبرايمري وادي عدد الحقول من تحت. حلو قوي. ما جاتش قدامنا ممكن اظبطها لك دلوقتي. خلاص ممكن اقوم قايل له اد كولوم عايز اضيف حقل فاقوم دايس على اد كولوم يقول لي اديني اسم الكولوم واختار هو نل ولا مش نل ونوعه ايه والبريسيجن والسكيل. طبعا البريسيجن والسكيل دي بالذات في النمبر عايز مثلا 7 خانات منهم 2 10. خلاص بريسيجن 7 خانات السكيل منهم 2 ايه 10. خلاص ده لو نمبر. اما لو انا مثلا فارت شارت مش هيبقى عندي غير ايه حجمه كام. واخدين بالكم من الفكره؟
خلاص. طب لو ديت يبقى عندي حاجه اديت خلاص ديت تمام كده، ممكن تقول نيكست ومقال تقول كونفيرم. لا 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 كانسل. موديفاي كولوم، افتح ادوس على موديفاي كولوم. قال لي هو ايه عندك عايز تعدل انه حقل منهم مثلا، تقول له كاست نيم خلاص. قال لي كاست نيم عايز تخليه ايه، تقول له مثلا فاريتشر 2 بس كان على 30 هو، اقول له لا على 40 يا عم. نوت نال اه نوت نال خلاص، ومقال ايه نيكست وفينش. ده تعديل مثلا، عدلت الحجم بتاعه او عدل النوع زي ما احنا متفقين. ايه يتعدل الحجم يتعدل ايه نوع، وممكن تخطف معاها ايه نوت نال ولا مش نوت نال صح كده. طيب رينيم كولوم، اسم الكولوم مش عاجبني رينيم كولوم، اختار الكولوم اللي انا عايزه مثلا. انا اقول له لا كاست نيم ده مش عاجبني. قال طب هتكتبه اسمه ايه، قلت له مثلا كاست اندرسكور نيم. ولو عايز بريسيرف كيس يعني عايزه يبقى كاتب بنفس الكابيتال وسمول بس مش مهمه يعني. نيكست فينش. اه ممكن اشوف اس كيو ال بقى خلاص بقى. لا انسى بقى اتاكد انت مش مصدقه. صدقه. دروب كولوم عايز تحذف كولوم، رينيم للجدول تقدر ترينيم للجدول. كوبي يمكن ما قلناهاش دي، يمكن دي ما قلناهاش. كوبي للجدول يعني اخد كوبي من الايه، كوبي من الجدول يعني اعمل جمله جو اخد كل سيلكت اللي هنا واحطها في جدول تاني، يعني اخد كل البنات اللي هنا احطها في جدول ايه، في جدول تاني. لو بصينا كده مثلا بقوم جاي قايل هنا ايه نيو تيبل، ومعامل جدول جديد، ومعامل جدول ايه جديد مثلا اسمه تيست مثلا خلاص. هل هياخد كل الحقول ولا ياخد حقول معينه؟ انا ممكن اخد كوبي من كل الحقول، ممكن اخد كوبي من الحقل ايه او حقلين خلاص. الصوت طيب كده بيكوبي، او اقدر اكوبي حاجات حقول معينه. يعني اقول له لا سيلكت درو عايز اكوبي بس الكاست نيم ومثلا وحاجه تانية، اقول مثلا كاست نيم او والسيتي والجندر مع كنترول مثلا، او النيم والسيتي والجندر وقول روز، ولا عايز تسيلكت روز معينه يعني كل الصفوف اللي تتكوبي ولا حاجات معينه. انا بصراحه يعني اخر دلع خلاص. طيب طيب اكنسل انا بلعبه انت في الحاجات دي. دروب ارم الجدول ده او ترانكيت الاثنين برضو نفس الفكره، في اختلاف ما بينهم مش عايزين نقول عليه. خلاص وفي كريت لوك اب تيبل، ده حاجه تانية. ده كله التعامل مع الانشاء بتاع الجدول. واحنا قلنا ان الجدول يا كرييت يا اوتر يا دروب صح، وادي مديني كل الامكانيات في اختيارات الداتا. البيانات بقى اللي جوه بقى في عندك كذا حاجه، يا انسرت رو يا تعد الروز يا تعمل اي كويري على البيانات. هي دي البيانات صح، انسرت رو يعد رو يعمل ايه يعمل كويري على البيانات. لو انت مثلا انسرت رو هيقول لي دخل كاستمر نو رقم كام، قلت له مثلا كاست رقم 1، قال لي اسمه ايه، قلت له مثلا اسمه احمد كلكم احمد خلاص. السيتي مثلا قلت له ايه جيزه، الجندر مثلا ام خلاص. في عندك كرييت وفي عندك كرييت اند كرييت انذر، يعني انشئ ده واديني على اللي بعده، دخلنا على اللي بعده. يا اما اقول له كرييت وعمل لك نجمه جنب كل حاجه ريكوايرد حاجه اقول له كرييت اند كرييت كرييت انذر. قال لي ماشي، قال لي من فوق كده رو كرييتد، قلت له رقم 2 اللي اسمه مثلا ايه سيد خلاص. السيتي مثلا كايرو جندر ام كرييت كفايه خلاص. قال لي ادي البيانات اللي موجوده عندك. كاونت رو، ادي كاونت رو ممكن يقول لك العدد 2. كويري اقدر اعمل كويري على البيانات بنفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عليها. ان انا اقول له انا عايز الكاست نيم والسيتي اللي هو فيها، واقدر احط اي كونديشن انا هنا ايه انا هنا عايزه مثلا يكون في سي تقريبا. هو مظبط نفسه هنا على لايك على طول ومن غير كمان علامات تقريبا، يعني ما اتذكر كده خلاص. ومقال له كويري بالظبط جاب لي مين سيد، هو ده الوحيد اللي موجود فين في كايرو خلاص. اندكسز دي ما خدناهاش، لكن ازاي اعمل اندكس على البيانات، موديل كونسترينتس لو في قيود، جرانتس الصلاحيات يعني الجدول دوت اللي واخد صلاحياته مين، تقدر تعمل جرانت تقدر تعمل ريفوك. ريفوك دي اللي هي ايه شيل الصلاحيه خلاص. الستاتستكس دي بتطلع لك عمليات احصائيه طبعا، لو كان المفروض اعمل انالايز
يطلع لي علامات احصائيه على البيانات اللي في الجدول ويقول لي الجدول دوت بيانات فيه نسبه بيانات مش عارف قد ايه كام ايه كام ايه ويعمل علامات احصائيه كامله على كل البيانات اللي في الجدول. في طبعا حاجه اسمها تريجرز ما خدناش ديبندنسز دي الحاجات اللي هي معتمد على الجدول دوت ما عندناش حاجه معتمد على الجدول. و اس كيو ال لو انت عايز تشوف الايه الاس كيو ال بتاعت الكريت للجدول دوت خلاص. دي مثلا ايه العلامات اللي على الايه اللي على الجداول. ممكن انقل نفسي على علامات على الفيو. انا عندي فيو اهو ادوس عليه طلع لي اهو اقدر برضه اشوف كومبايل اعمل دروب اعمل اشوف الكود اعمل جرانتس للناس اشوف الاس كيو ال اللي عملت الكريت فيو دوت ادي كريت اور ريبليس فيو واداله اسم وحدد الحقول وبدا يقول لك سيلكت كذا وكذا 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 فروم كذا وكذا 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 هوير كذا وكذا 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 جمله سيلكت طويله عايز يثبت لك ان هو ايه جمله زي دي عشان تقعد تكتبها كل مره لازم تعمل لها فيو مش كل مره تقعد ايه تكتبها. نفس القصه برضو في عندنا مثلا في السيكونس مثلا لو عندك كذا سيكونس اهو ادي السيكونس المينيمم فاليو الماكسيمم فاليو انكريمنت باي سايكل فلاج الاوردر فلاج يعني هل بيلف او ما او مترتب او مش مترتب كاش اخر نمبر موجود اللي هو الكرنت دلوقتي كام. وبرده بقدر تشوف الاس كيو ال بتاعته كريت سيكونس اسمه كذا مينيمم فاليو كذا ماكسيمم فاليو كذا توريك الجمله بتاعت الكريت بتاعته خلاص اللي احنا خدناها. ونفس القصه بالنسبه للسينونيم ده برده ما عندناش لكن ايه ممكن نعمله يعني اوبجكت براوزر اخش على كرييت واقول له كرييت ايه سنن يقول لي اسمه ايه خلاص واقوم قايل اسمه مثلا تيست خلاص برايفت يعني يخصه هو ولا بابليك الناس كلها تقدر تتعامل معاه فيه اللي هو كرييت بابليك سنن اللي احنا خدناه قبل كده خلاص. وعلى سكيما اسمها اتش ار ماشي نيكست قال لي اكد لي بس الاوبجكت ايه اللي انت هتعمل عليه دي الاتش دي السكيما معروفه اتش ار مثلا نربطه نربطه بجدول يعني بس انا دلوقتي مش عايز يعني اربطه بجدول انا عايز بس احول ده الكلام ده لهايف انا عايز اخلص منه يعني. اللي يهمني هنا في شغل في الادمنستريشن مهم قوي الادمنستريشن في شغل اللي هو المدير الموقع او مدير للاسف مدير سرحان مدير بتاع دوت بتاع الخلاد ادمنستريشن دي لوحدها كده